مرحبا. ليلة الجمعة 28 نيسان بينطلق عرض برنامج أحلى ناس مع الزميلة رابعة الزيات على شاشة الجديد والنجمة الذهبية نوال الزغبي بأول إطلالة لها عبر شاشتنا. حلقة جديدة بكل المقاييس، رح تغني فيها نوال أغاني زمان ما غنتها ورح تفتح قلبها وتحكي عن مواضيع ما انحكت من قبل وتحط النقط على الحروف بحلقة مليئة بالمواقف الطريفة والقصص المؤثرة اللي رح تكشف الوجه الآخر لنوال. بالستوديو بلشنا وعلى القهوة نقلنا، وبالقهوة مفاجأة لنوال أخذت الحلقة على مود تاني. رجعنا ورجعت نوال ليكون بانتظارها أكثر من مفاجأة رح نحضرها سوا لتكون انطلاقة لسلسلة حلقات استضافت فيها رابعة إضافة إلى نوال، راغب علامي، معين شريف، ملحم زين بحلقات صريحة جريئة وبعيدة عن الحوارات التقليدية. لقطات حصرية من حلقة بكرة منشوفها سوا بهالتقرير. She's a golden star. مطربة بنفتخر فيها بلبنان. بحبك كتير. أحلى ناس مع الإعلامية رابعة الزيات. أحلى ناس نوال الزغبي. أنا بلشت كتير صغير، يعني كان عمري 19 سنة كنت نجمة. بسمع كل أغانيك بلا تفضل كل مرحبا. حب الكذب ولا فنون ولا ألف ولا أدور. رائعة قمر نوال الزغبي أحلى ناس. هيدا وأكثر بحلقة بكره.